اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في متابعتنا من خلال برنامج المواجهه من خلال اكسترا نيوز. احنا ما زلنا معكم في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ والدوره الثانيه له. هذا المنتدى اللي ولد عملاقا في العام الماضي، السنه دي ان شاء الله احنا منتظرين نتابع الجلسات يوميا مع حضراتكم، وهنكون بنشوف ايه اهم المواضيع والملفات اللي بيتم طرحها من خلال الجلسات. احنا معانا دلوقتي الكاتب والاديب الكبير الاستاذ يوسف القعيد، عضو مجلس النواب. سياده النائب، ازي حضرتك؟ اهلا بك، اهلا وسهلا. منور شرم الشيخ. الله منوره بوجودك. ربنا يخليك. قول لي، حريص ليه انك دايما تكون موجود في المنتدى؟ يعني دايما بشوفك في مؤتمرات الشباب وفي المنتدى كمان، ليه حريص انك تكون بتحضر وبتتابع الجلسات؟ لانه بحس انه بينبثق منها زمن جديد، اللي هو زمن بعد السنه الكئيبه. يعني في واقع جديد وزمن جديد وجيل جديد. إيه كمان السنه الكئيبه؟ سنه 12؟ ما بحبش اسميهم يعني، او اجيب سيرتهم يعني. يعني انا مغرم بالماضي، بس يعني ده مش ماضي بالنسبه لنا يعني. فبحس ان في جيل جديد بيخرج للحياه وبياخد فرصته بعد سنوات الياس والاحباط والبطاله والتراجع وعدم الانتماء للوطن. يعني ظواهر كثيره جدا، في واقع جديد بيتخلق. والسنه اللي فاتت حسيت باضافه اساسيه لي بحكايه العالم. يعني أنا كان كل حلمي مثلا أن يبقى منتدى الشباب العربي، الوطن العربي اللي حوالينا بس، لكن ما كنتش متصور أنه هينفتح أكتر أبدا. ولا السنة دي كمان حكيت 5000 شاب، لحظة تجمعهم واختيارهم ودراستهم ومعرفتهم. دي مسألة ليست سهلة على أي دولة مهما كانت، حتى لو كانت دولة متقدمة جدا. يعني صعب أوي أنك تجمعي 5000 واحد وتبقى عارفاهم ومدركه، خاصة هيقعدوا مع الرئيس 4 أيام صباحا ومساء، يقعد في وسطيهم ويتكلم معاهم ويتكلموا معاه ويشوفوه. ما تقدرش تيجي ناس جايين من العالم تقول لهم ما تجوش هنا او تعالوا هنا. فيعني دي مغامره مهمه ومحاوله لخلق جيل جديد في العمل السياسي والاهتمام بالشان العام. لان الشباب كنت باخد عليهم وما زلت فكره عدم الاهتمام بالشان العام، فكرة الخلاص الفردي. ده كان بسبب ايه؟ يعني بتقولي خلق جيل جديد، كان فين الجيل الجديد ده؟ انت عارفة مصر عرفت التجربة دي في الستينيات في منظمة الشباب الاشتراكي اللي عملها عبد الناصر، واللي كان المعهد بتاعها في حلوان. بس كانت مختلفة لأن الزمن كان مختلف، كانوا بيختاروا يعني قيادات شباب ويروحهم ياخدوا محاضرات في الفكر الاشتراكي والانتماء للوطن، وأفرخت مسؤولين مش ناس في وسط الناس. اعتقد منهم دلوقتي مفيد شهاب، اعتقد منهم بعض الاسماء ما زالوا عايشين لغايه دلوقتي، علي الدين هلال، مصطفى الفقي. انما المره دي مختلفه، ليه؟ لان بتجمع عدد كبير قوي من الناس، مش في انتقاء، ما فيش انتقاء، وبتحاولي يقدروا يعرفوا معاكي فكره الوعي. وانا فاكر في الندوه التثقيفيه الاخيره للقوات المسلحه الرئيس سيسي لما اتكلم طلب الكلمه ما كانش مدرج في البرنامج انه له كلمه، هو قام واستاذن وقال انا عايز اتكلم كمواطن عادي مش كرئيس مصر، وطلع المسرح واتكلم. انا لاحظت يوميها انه كرر كلمه الوعي والاستيعاب والفهم والاستدراك والادراك، كررها على الاقل 5 6 مرات لاول مره. وقلت كويس قوي ان الراجل وصله فكره غياب الوعي عند المصريين او عند قطاع عريض من المصريين. المصريين نوعين دلوقتي، نوع يهتم بالشأن العام، انا مش هقول سياسة، مش هقول أسعار، مش هقول نظام حكم، مش هقول كل ده معارضة، انما كل ده يسمى الشأن العام. يسمى الشأن العام. الاهتمام بالشأن العام ده مسألة شديدة الأهمية، حتى لو لم يكن له علاقة بحياتي اليومية. يعني ممكن يكون المواطن معني برغيف العيش، ممكن يكون معني بالخضار بالفاكهة باللحمة بالفراخ، انما الشأن العام غير كل ده ويشمل كل ده بداخله. الشأن العام هو علاقة المواطن بوطنه وبزمنه وبحياته وبالقضايا الكبرى المثارة فيه. فده مهم للغاية. والأهم منه كمان أن اللي احنا بنشوفه هنا كل مصر بتشوفه، كل العالم بيشوفه، وربما بيشوفوه في ظروف أحسن مننا. احنا قاعدين في قاعات وقاعدين يعني، إنما كل واحد قاعد في بيته بيشرب شاي وفتح التلفزيون بيشوف كل حاجة. فكل الناس تشاركنا هذه الفرحة وهذه المحاولة، لأن يبقى عندنا درجة من الوعي تتنافى مع السنوات السابقة اللي أفرزت الإحباط اللي سلمنا للجماعة إياها. كان فين هذا الوعي؟ يعني
الفترة اللي حضرتك طبعا كنت فيها في سن الشباب كانت في فترة عبد الناصر يعني، أو في هذه الفترة، وحتى كنت بتكلمي عن برضو النماذج اللي خرجت، وأصبح عندنا فعلا يعني الشباب دول لما كبروا بقى عندنا قامات كبيرة. راح فين هذا الوعي؟ وكانت فترة معروفة بالوعي والزخم الثقافي والزخم الفني، يعني كان في شخصية مصرية حقيقي الكل بينظر إليها. الوعي ده لما بنقول إعادة الوعي ده معناها أن حصل مشكلة في موضوع الوعي عندنا. تمام، بس أنا برضو مش عايز أقول أو مش عايز أبان أنه أنا أرى في مرحلة حكم عبد الناصر، أنا بعتبره من مؤسسي مصر الحديثة. لكن مثلا بعد وفاته توفيق الحكيم عمل كتاب مهم اسمه الوعي المفقود. كان شايف أن الوعي فقد في هذا اللي الزمن. عنده هو شخصيا وعيه فقد بسحر شخصية الزعيم ومنجزات الزعيم، فوعيه بالحريات العامة بالاعتقالات يعني بعض القضايا. وحضرتك توافق على هذه وجهة النظر ولا لا؟ لا لا أوافق، لأنه في فترة حكم عبد الناصر قال غير كده، يعني تواخد يعني إيه، ومن حقه طبعا يعيد النظر في مسلمات عمره، والراجل متوفي فلا يجب إن احنا نقترب منه باحترام كبير يعني. أكيد لكن طبعا. لفت نظري كلمة الوعي في عنوان كتابه. الوعي اللي هو المسألة الغائبة عندنا، يعني شوفي ما توزعه الصحف المصرية بكل طبعاتها ما يقدرش يقرب من 3/4 مليون نسخة جميع ما يطبع في مصر من جرائد يومية ومجلات أسبوعية ومجلات شهرية، وهذا رقم متضائل جدا 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 إذا قلنا إن احنا 106 مليون نسمة الآن، واللي بيتوزع منهم كمان متضايل أكثر وأكثر. يعني وفيها اشتراكات مؤسسات حكومية وما بتتقريش، ما بتتحط في المخازن. فدرجة الاهتمام قليلة. وأنا ليه قليلة؟ إيه اللي خلاك؟ إيه اللي حصل؟ إن المراكز المهتمة بالمجتمع تقول لنا ليه. يعني المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عمل دراسات في الستينيات عن الناس بتروح السيما ليه وبتشوف ايه وتفضل ايه، الناس بتقرا جرايد ايه، الناس بتسمع مسلسلات ايه وبتشاهد مسلسلات ايه. للاسف مثل هذه الدراسات الميدانيه مش موجوده، واللي انا بقوله لك رجما بالغيب يعني نوع من الاجتهاد الشخصي اللي ما بيستندش لدراسات معرفيه معقوله. لكن انا عندي حفيدتي عندها 12 سنه امينه، وعندي بنتي حفيدتي طول النهار فاتحه الموبايل على مواقع التواصل الاجتماعي وعايشه معاها تقريبا. لدرجه تبقى قاعده معايا وهي مش معايا، اما اكلمها ما تسمعنيش لانها عايشه مع عالمها الخاص. وده هيدينا جيل شكله معزول. يعني فكره التواصل الاجتماعي بالنسبه له قليل ومش زينا. ده من المحاور بالمناسبه اللي المنتدى بيتعامل معاها السنه دي، انا اعتقد في جلسه عن التواصل مواقع التواصل ده مهم جدا، لان انا حتى بعدي على القهاوي اشوف اللي قاعدين عليها اليوم سكان الماضي زيي، اليوم كلهم كبار في السن، قاعدين يلعبوا طاوله دومينو يشربوا شاي يدخنوا شيشه. والله مش كلهم يا استاذ يوسف، في كبار السن دلوقتي تلاقيهم ماسكين الموبايل برضو كتير. طبعا. وعلى المواقع كمان. المتعلمين منهم بيعملوا الحكايه دي، ودي بتسرق الانسان من واقعه وبتقضي على خصوصيه المعرفه، لان انت زمان كنت بتجيب كتاب وتقريه انت تعملي علاقه شخصيه بيه بورقه بغلافه بمؤلفه بابطاله باللي فيه باللي بيقوله، قبلتيه او رفضتيه بيبقى فيه خصوصيه. دلوقتي في الموبايلات مفيش خصوصيه، وانا مش عايز الزمن يقف عند مرحله معينه ولا يرجع لورا، لان ده من رابع المستحيلات. عايزه يتقدم بس يبقى فيه خصوصيتنا احنا كمصريين. بريستدنا لما عمل كتاب عن فجر الضمير في اربعينيات القرن الماضي، وده من اهم مؤرخ البشريه، خد مصر كمثال. يعني خد مصر وقال دي اخترعت الضمير الانساني وقدمته للبشريه. كان بيتكلم عن مصر القديمه، مش مصر الحديثه ولا مصر العصور الوسطى، لا مصر القديمه اللي هي بيسموها خطا مصر الفرعونيه. فيعني احنا عندنا حضاره، عندنا اساس، عندنا تراث، عندنا اشياء كتيره لو عرفناها واستوعبناها هننطلق لواقعنا واحنا اكبر اكثر معرفه بيه. روح الاهرام، اهرامات، شوفي كم مدرسه بتاخد اولادها يروحوا يزوروا الاهرامات. قليل جدا جدا جدا، يعني حتى لما يبقى هناك كاميرا بالصدفه الاقيهم اجانب الموجودين، انما ما الاقيش تلامذه المدارس اللي هم في المرحله بتاعه الوعي والادراك والاستيعاب، واللي بتعمل عنده فخر وطني يقول انا ابن الناس اللي بنوا ده،
انا هعمل ايه يا ترى لما اكبر وتقول الي امور مصر؟ هقدر اعمل ايه اضيف للناس دول اللي عملوهم؟ مفيش للاسف. هل هي لعنه ان احنا عندنا اطول تاريخ في البشريه حوالي 20 قرن من الزمان؟ هل هي لعنه الاستهانه بهذا التاريخ؟ هل هي لعنه النظره للمهتم بالتاريخ على انه ماضوي، راجل عايش في الماضي مش قادر يعيش في الحاضر؟ انا شايف ان مثل هذه المؤتمرات بتثير هذه القضايا وبتثيرها بشكل جيد، وبرضو وجود ناس من العالم مسألة مهمة جدا للاحتكاك بيهم، شبابنا وشبابهم، والتفكير معا ورؤية الدنيا معا، لأن أعتقد أن العالم بيتغير أكيد. والعالم ماشي للأمام. إذا وقفت مكانك، إذا وقف شبابنا مكانهم، هيرجعوا لورا لأنه مش هيفضلوا مكانهم، هيلاقوا نفسهم بقوا في الخلف، لأن الدنيا بتتصارع للجري للأمام بطريقة لم يكن أي إنسان يتصور. إزاي هيستفيدوا فعلا من بعض؟ أولا الشباب المصري مع الشباب اللي جاي من مختلف دول العالم، الاستفادة هتبقى إزاي للطرفين بالمناسبة مش لينا فقط، بالتأكيد هم أيضا سيستفيدون، والدولة كمان تستفيد إزاي من ده؟ الدولة هقول مبدئيا نخرج من مأزق السياحة، وإحنا في مدينة سياحية بالدرجة الأولى ومن أجمل مدن العالم فعلا سياحية، وشيء نادر، ومع ذلك السياح قلة، يعني عدد قليل. انا كنت متصور هلاقي قد كده مئات المرات او عشرات المرات، لكن برضو العدد ليس ما كنت ان انا اتصور. يعني الشباب اللي موجودين قدامهم وسيلتين للحوار، الجلسات، ودي فيها طابع رسمي وفيها موضوعات محدده وفيها مداخل محدده ومخارج محدده، وكل واحد واخد وقت معين، لكن انا رهاني على العلاقه الانسانيه اللي بتنشا في الفندق، اللي بتنشا في الاستراحات، اللي بتنشأ في الجولات الحرة، اللي بتنشأ لما ينزلوا يتمشوا بالليل مع بعض. هو ده الاحتكاك الغائب في حياة شبابنا، وكان الحل الوحيد ليه الهجرة، انه يعني ياخد نفسه ويهاجر يروح برة عشان يحتك بالعالم، واللي بيهاجر ما بيرجعش. واحنا كنا بنهدي للعالم ماجستيرات ودكتوراهات ولسانسات وبكالوريوسات، افضل عقول، بنديهم افضل ما عندنا. يعني اي شاب بيهاجر هجرة نهائية إلى أوروبا أو أمريكا أو كندا، أنت كأنك دفعت لهم مبالغ طائلة من الأموال اللي أنت أنفقتها عليه، ولم نسترد أي حاجة. إحنا بنجيب له العالم لغاية هنا، يشوفهم، يقعد معاهم، يتكلم معاهم، يرى إيه الفرق بيننا وبينهم، هم عملوا إيه وإحنا ما عملناش إيه، على الأقل يلمس طريقة معينة في التفكير. أنا مش بقول هم أحسن مننا، هم ممكن يتعلموا مننا أشياء كثيرة جدا، بس الاختلاف رحمة، والاختلاف طبعاً فيه بالتأكيد فايدة لكل الأطراف. منه. البشر مش كائنات مصبوبة زي بعضها، لا إطلاقا. احنا عندنا توائم، اتنين توأم، بتلاقي واحد أكبر شرير في التاريخ وواحد أكبر طيب في التاريخ طبعاً، وهم توأم هما الاتنين. فطبعا البشر، ومش مطلوب يبقوا قوالب واحدة، ومش مطلوب يرددوا كلام واحد، لأن الزمن اختلف تماما والدنيا اتغيرت تماما، والأصوات المتعارضة والمتناقضة مهمة، والاقتراب من المسلمات بجرأة وطرح أسئلة جريئة جدا على الواقع هو ده اللي هياخدنا من حيث نحن إلى مستقبل أرجو أن يكون أفضل من اللي احنا فيه. هل شفت ده هنا في المؤتمر؟ يعني مش بتكلم طبعا لسه النهاردة أول يوم يعني، لكن هل شفت ده السنة اللي فاتت في المنتدى العالمي؟ شفته. في مؤتمرات الشباب في المحافظات المختلفة، أن يبقى فيه طرح للمواضيع بشكل جريء من الشباب أمام يعني من أول رئيس الجمهورية وحتى كل المسؤولين والوزراء؟ بص هقولك، إذا كان عندنا 3500، إذا كان عندنا 5000، أنا ما أعرفش كم منهم مصريين وكم أجانب. إنما هقولك، منذ أن قيل مؤتمر الشباب أو منتدى الشباب العالمي، ولا أستطيع أن أنا أصف لك حجم الاتصالات من شباب عايزين يجوا، عندهم رغبة يجوا، عندهم رغبة يبقوا موجودين. دي مش وظيفة، مش هيياخد مرتب، مش هيتسكن في عمل، إنما عارف إنه هيقعد. ليه هم مهتمين يجوا؟ مادام مفيش استفادة شخصية. لا، الأمور أولا يعني بقى عنده فضول، بقى عايز يعرف إيه اللي بيحصل ده، بقى حاسس بنقص، يعني انه عايز يكمل ناقصه بانه يجي ويحتك بالناس وكده. انا اعداد مهولة، حتى لما فتحوا الباب رسميا على النت اعداد اللي دخلوا كتير جدا، يعني قد اللي جم على الاقل 20 مرة او 30 مرة طبعا. وهذا الاهتمام مهم، انت مش بتجيبهم عشان الرئيس موجود، مش بتجيبهم عشان انت الدولة، تعالوا فيجوا اطلاقا.
هو عايز يجي، عنده رغبة حقيقية يجي ويشارك ويشوف ويسمع. وأعتقد وياريت كان في الإعلام يعمل ده، ياريت إنه يقدر يعمل، وأنت عضو في الهيئة، يعمل مشاهدة الجلسات دي، هل بتختلف أعمار اللي بيشوفوها مين؟ هل هم شباب؟ هل هم ناس كبار في السن؟ هل هم بتوع القرى؟ هل بتوع المدن؟ هل بتوع بحري؟ هل بتوع إبلي؟ هل بتوع الصحاري اللي هنا واللي هنا؟ هل المصريين اللي في الخارج بيحرصوا أنهم يتابعوا ده ويشاركوا فيه؟ لأن برضو ده مهم نقدر نستفيد منه في السنوات القادمة، نركز على موضوعات بعينها، نلغي موضوعات بعينها، نتوسع في أشياء، نستقدم أشياء ما كانتش موجودة، لأن ده مهم. عايزين نعرف كيف يفكر هؤلاء الشباب، إيه القضايا اللي بتشغلهم، إزاي نساعدهم، وإزاي نروح لهم، وإزاي نبقى معاهم من غير ما ناخد الناصح الأمين، من غير ما نطلع نبقى إحنا المرشد اللي هو يرشدهم إلى أي حاجة في الدنيا، من غير ما نبدو إن إحنا بنحتكر الحقيقة. يعني ده مهم للغاية. أنا كاتب بعد بكرة في الأهرام مقال، أتمنى أنه يطلع من هذا المؤتمر أيها الماضي وداعا. يعني نفسي أن كل الناس دي نطلع من هنا. عايز تودع إيه في الماضي يا أستاذ يوسف؟ عايز تودع إيه لما بتقول أيها الماضي وداعا؟ إيه بالظبط اللي مش عاجبك في الماضي وعايز تودع؟ أنا مش عايزه يبقى حاكم. أصل الزمن ثلاث مستويات، ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي بيصب في الحاضر، والحاضر بيطلع منه المستقبل. مش عايز الماضي يتحكم تماما في صياغة الحاضر، لأن المستقبل مش هيطلع بالصورة اللي احنا بنحلم بيها، وقد لا يكون مستقبل. يعني أنا مش بقول إن الماضي ملعون إطلاقا، إنما علينا أن نأخذ منه ما يفيدنا، وألا نأخذ منه ما لا يفيدنا، مش هقول ما يضرنا، عشان نقدر نصوغ حياتنا بشكل مختلف جدا. يعني إيه اللي في ماضينا ممكن يفيدنا لازم ناخده معانا، وإيه اللي في ماضينا مش عايزينه؟ يعني في ماضينا الارتباط بالوطن، الدفاع عن الوطن. احنا دولة مركزية محورية في العالم، فأكثر دولة في العالم تعرضت لفترات احتلال ومحاولات غزو ومحاولات نهب، لأن احنا مركز الكون. يعني سيبك، أنا لما رحت اليابان لقيتهم عاملين خريطة اليابان فيها هي مركز الكون، حتى من أمريكا هنا وحتى من آسيا هنا. لا، احنا فعلا مش بنتصنع ده، احنا مركز هذا الكون. اللي يبص على الخريطة يشوف. لا، كل يعني استراليا عامله كده، والامريكان عاملين كده، عاملين خرايط يبان وهم محور الكون. لكن الحقيقه ان احنا إن احنا صح، ده الخريطه الحقيقيه الاصليه. ففي ماضينا حاجات كتيره ممكن ناخدها، لكن من خلال انتقاء، من خلال اختيار، من خلال سؤال جوهري، انا محتاج ايه من هذا الماضي ومش محتاج ايه من هذا الماضي. يعني مثلا اتمنى في السنوات القادمه انه يبقى في محور كامل عن الأمثال الشعبية المصرية، لأن هذه الأمثال جاءتنا أساسا من فترة الاحتلال العثماني. العثمانيين جم سنة 1517 سليم الأول، وقعدوا لغاية 1914، يعني قعدوا خمس قرون، 500 سنة، 500 سنة قاعدين في مصر. تركوا لنا كمية من الأمثال المحبطة اللي بتتركز على الفروق بين الغني والفقير، اللي بتتكلم عن اللون، اللي بتتكلم تقلل جدا من المرأة لحساب الرجل. يعني يا ريت ان الشباب دول، انا ما اعرفش هم بيقدموا عليها بيحفظوها زي الاجيال القديمه لزينة، ولا مش في اعتبارهم، لكن مهم جدا ان احنا نغربلها ونشوفها وناخد منها ما يمكن ان يدفعنا للامام. مش هقول يفيدنا، يدفعنا للامام، ونتخلص تماما من كل الأشياء المحبطة اللي هي بتقوم على الفروق الطبقية، على أن الجاهل أحسن من العالم، لأن الجاهل مؤمن وما بيسألش أسئلة شائكة. يعني فيها حاجات كتيرة في الأمثال الشعبية مهمة. وللأسف المحاولة الوحيدة عملها أحمد تيمور باشا سنة 1925 لما عمل معجم الأمثال الشعبية المصرية، الكتاب اللي مجمع فيه كل مهم جدا. ولم تتم حالة بعده حتى هذه اللحظة، حتى الآن. فده أنا محتاج ده جدا، أن أشوف الشباب دول عارفين إيه عن الأمثال دي، فاهمين إيه منها، رافضين إيه منها، قابلين إيه منها، إيه اللي استفادوا منه، إيه اللي أضير منه. لو في مثل أضاره يعني سبب له ضرر ما،
إيمانه به أو تصديقه له أو إعجابه به. هل يعني متابع أكيد طبعا أداء الشباب من أول، يعني المؤتمر ده بدأ أول دورة خالص، مؤتمر الشباب الأول كان هنا في شرم الشيخ برضو من سنتين بالضبط في 2016، وتوالت المؤتمرات في المحافظات حتى جاء المنتدى العالمي السنة اللي فاتت وده تاني واحد. هل بقى شايف أستاذ يوسف أو متابع أداء الشباب بيختلف إزاي بقى بمرور الوقت وبتكرار التجربة في المشاركة في المؤتمرات؟ هو الوطني حصل اكتر من منتدى وفي تطور، العالمي هنشوف المره دي طبعا الفرق بين، بس انا بتكلم شبابنا احنا اداؤه عمل ازاي يعني من اول دوره لغايه النهارده. والله اداء شبابنا مهم، ان هذا المؤتمر يتكامل باشياء تانيه لازم افكر في مساله البطاله ودي ليست مسؤوليه الدوله على بلاطه، مسؤوليه مين؟ المجتمع كله. يعني المجتمع المدني برجال الاعمال يعني لازم، لأن أنا رأيي الشخصي البطالة تصيب النفس البشرية بعيوب وتشوهات غير عادية. مجرد أن الشاب يتعلم يتخرج من الجامعة عشان يقعد على القهوة ويروح لأمه كل يوم الصبح عشان تديله أو لأبوه مصروف. عشان يديله فلوس يقعد على القهوة على القهوة، تخيلي يعني من كمية القعاد على القهوة وخطورة القعاد على القهوة. البطالة مهمة للغاية، استكمال الثقافة، يعني مش خد شهادة يروح رامي كتبه ورامي معارفه خلاص هو كده خد رخصة للعمل فانتهت علاقته بالتعليم. التعليم من المهد إلى اللحد في كل لحظة من حياته، وإن أنا أوفر له المكتبات العامة، أوفر له الثقافة بسعر زهيد جدا، أرجع الدولة تعمل أفلام سينما جيدة أفضل من الحال البائس اللي احنا فيه دلوقتي، يعني يبقى فيه مناخ يخلص تعليمه فأنا أكمل معاه هذا التعليم المستمر لغاية ما يبقى مواطن، مش بقول صالح ولا طالح، مواطن. مواطن بمعنى انه مرتبط بوطن، مرتبط بأهل، مرتبط بناس مستعد يفديهم بعمره وهم كمان مستعدين يفدوه بأعمارهم. بالظبط كده زي هيرودوت ما بيقول على مصر اللي عملت الأهرامات عندما يصير الكل في واحد. هو ده المهم، امتى نرجع لده تاني؟ يعني يبقى الكل يتكون كله في واحد، وبالتالي نقضي على النرجسية، نقضي على الفردية، نقضي على أنا ومن بعد الطوفان، يعني نقضي على كل هذه السلبيات والتشوهات اللي أصابت الشخصية المصرية في تاريخها الطويل وتركزت كثيرا جدا في الفترة الأخيرة. أنا برضو كنت حنسى، أنا مبسوط إن المرة دي إعادة بناء الشخصية المصرية، لا يعني في كتاب الدكتور ميلاد حنا وكتاب طالع سنة 90 سنة 90 فتذكروا سنة 2018، يعني شوفي من 90 ل 2010 يعني بعد فترة زمنية طويلة، وإنه الجريدة اهتمت بيه وأعادت نشره لما قالوا إن المؤتمر هيعتبره أحد وثائقه الأساسية والشباب يعني ياخدوا محاضرات فيه ويتكلموا فيه. ده مهم، مهم إنه جايب الأعمدة السبعة اللي بتكون الشخصية المصرية. الرئيس مهتم جدا بالموضوع ده، يعني إعادة بناء الشخصية المصرية وأكتر من مرة اتكلم عليها وده جداً من المحاور الرئيسية الحقيقة في المنتدى هذا العام. قول لي كلمنا أكتر، يعني إيه الأعمدة السبعة لبناء الشخصية المصرية؟ ويعني إيه نعيد بناء الشخصية المصرية؟ هو الدكتور ميلاد بيتكلم على المراحل التاريخية من خلال اللي استعمرونا، وأنا مختلف معاه وفي حياته الراجل، لأن الكتاب طالع سنة 90 وهو رجل شديد الإخلاص، راجل مخلص حقيقة يعني. ومهدي كتابه لمراته إيفلين رياض اللي كانت مدير تحرير مجلة حوز ملتنا، ودي برضو يعني في سنة 90 تقدم انه يقول شريكة حياتي وملهمتي وأستاذتي واللي خلتني أعمل مثل هذا الكتاب. وبيتكلم عن مصر القديمة، هو مسميها الفرعونية أنا بسميها القديمة، متكلم على المرحلة الرومانية، متكلم على المرحلة اليونانية، متكلم على المرحلة القبطية وأنا مختلف معاه هي المسيحية، لأن كلمة قبطي مصري في قبطي مسلم وقبطي مسيحي. متكلم عن المرحلة العربية بعد مجيء الإسلام إلى مصر، متكلم على الحضارة البحر الأبيض المتوسط وخاتم بإفريقيا في زمن لو كنا بنقول إفريقيا ولا يعني فكان خاتم برضو بالبعد الإفريقي المهم المكون للشخصية المصرية، والفصل اللي قبله بتاع البحر الأبيض المتوسط بيناقش قضية مهمة جدا، الغرب. الغرب بالنسبة لنا، تعرفة الغرب ده منذ أواخر القرن التاسع عشر
لما الجيل الاول من المعمرين الكبار والمعلمين الاوائل راحوا فرنسا وراحوا بريطانيا وراحوا المانيا ورجعوا لنا تاني، فاصبح كل تقدم بيجينا من ورا البحر. يعني فكره هو بيدرسها بشكل كويس قوي وهم افادونا، مفيش اي لا جدال في هذا، لكن احنا كمان افدناهم وافدناهم كثيرا جدا. ويكفي ونفسي حد يعمل ده، يشوفوا اثر قناه السويس على حياتهم والتوفير اللي عملته لاقتصادهم والاطلاله اللي عملوها على اسيا ومجيئهم بمنتجات اسيا. ولولا قناه السويس يمكن كانت اوروبا دي ما كملتش العصور الوسطى بشكل كويس قوي، لان القناه لعبت دور اساسي بالنسبه لهم، ودي حفرها فقراء المصريين. فقراء المصريين هم اللي حفروها. طيب واحنا ازاي النهارده ممكن نستفيد من الاعمده السبعه اللي كتب عنها دكتور ميلاد حنا، وازاي ممكن فعلا النهارده نعيد بناء الشخصيه المصريه؟ محتاجين نعمل ايه؟ ما هو انا عايز اقول له من خلال هذا الكتاب انك انت يعني اي شاب في سبع طبقات جواه بداخله، سواء ادرك هذا او لم يدرك، استوعب هذا او لم يستوعبه. انا جوايا مصري قديم، بس مسلم مسيحي عربي افريقي، بس يكفي اللي انت قلتيها مسلم مسيحي عشان اواجه فكره ما يسمى بالفتنه الطائفيه اللي الغرب قاعد مترصد لينا بسببها. الغرب مترصد لينا بسببها، ما يعرفوش ان الشارع الواحد في مسلم ومسيحي، البيت الواحد في مسلم ومسيحي، ثانية واحدة يعني الأسرة الواحدة في أحيانا كثيرة فيها الاثنين، فيها الاثنين. يعني إيه؟ فأنا لما أقول في تجاويف الشخصية المصرية مسلم ومسيحي، يعني إذن أنا بقول إن أي مسلم في مكون مسيحي، صح، وأي مسيحي في مكون مسلم. دي اختلاف ديانة واختلاف أنبياء لأكثر، يعني الرسالتين جايين من جهة واحدة بيقولوا كلام متقارب تماما طبعا، وانه يبقى في كل واحد بيعبد ربنا بطريقته، بس انما الغرب طبعا معتبر دي مساله ان ده مجتمع غير متجانس. واخر حاجه حادثه المنيا اللي حصلت من ايام بسيطه دي، وكانت سخيفه ومؤسفه، واحد اهدافها المؤتمر ده. يعني احد اهدافها الاساسيه الخبيثه والمنحطه عقد هذا المؤتمر، واعتقد ان احنا سنتجاوزها. وانا انبسطت كمان من سرعه بيان الرئيس انه تقريبا بعد يعني في اسرع ما يمكن، لا خشينا ان الغرب يعرف ولا انه لا، في الحال قلنا الرئيس اتكلم على الشهداء وعلى دمائهم وعلى معركتنا الطويله جدا ضد التطرف والارهاب. قول لي استاذ يوسف، ايه الملفات او المواضيع اللي حضرتك مهتم انك ان شاء الله تحضرها في الجلسات؟ يعني اكيد يوسف القعيد الكاتب والاديب عنده امور معينه بتشغله، هيبقى مهتم جدا ان هو يعني انا بيشغلني الشخصيه المصريه سواء قبل ميلاد حنا وكتابه، لان انا تقريبا عندي مكتبه كامله عن الشخصيه المصريه وكلها كترت بعد 67. يعني في كتب كتيره جدا، جمال حمدان 67 طلع طبع الصياغه الاولى للشخصيه المصريه. بعد 67 حصل هزه، طرح اسئله اساسيه مع النكسه، احنا مين، عملنا ايه، رحنا فين، جينا منين، ليه حصل لنا ده، ليه بقى على حدودنا على القناه الناحيه الثانيه في اعداء موجودين بيحرمونا حتى ان احنا ننزل في القناه. كانت مهمه للغايه. دايما المحن زي الانتصارات بتعلم الناس، ومش معنى كده ان المحن كويسه، انما بتخليكي تطرحي على نفسك اسئله محظور انك تطرحيها او ربما ما تقربيش منها. فكان مهم للغايه 67، وطلع كتير قوي عن الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه والشخصيه الافريقيه، وكان مهم ان احنا نتوقف تماما امام هذا التاريخ طويلا. يعني هقول لك على يومين، 6 اكتوبر و5 يونيو. 5 يونيو حافر في وجداننا ما قد يتساوى مع 6 اكتوبر الا ما تفوق عليه، لان احنا طبعا شعب حضارتنا كلها مقابر وكلها حزن وكلها اموات، يعني فكره الفقد بتحركنا اكثر من الفرح. فكان مهم بالنسبة لنا 5 يونيو علشان نسأل أنفسنا الأسئلة اللي ما كناش بنسألها قبل هذا الحدث الرهيب. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب والأديب الكبير الأستاذ يوسف القعيد عضو مجلس النواب. شرفتنا النهاردة وسعيدة أنك كنت معنا في أول أيام تغطيتنا لمنتدى الشباب العالم. متشكرين جدا،
وأحييكي وأحيي أسئلتك. شكرا يعني لحضرتك. شكرا ليك وبشكر حضراتكم. ودي كانت مواجهتنا النهاردة في أول أيام منتدى شباب العالم في دورته الثانية من مدينة شرم الشيخ. إن شاء الله معاكم بكرة في المواجهة. استنى